شوف يا ناجي بيك، هلا رح تطلعوا كلكم من على الجبل هذا ورح تقلبوا للطرف الثاني. بدكم تمشوا 6 كيلو متر بالضبط. لما تمشوا هالستة كيلو رح تلاقوا حالكم داخل الأراضي اللبنانية، وأنتوا ماشيين رح تلاقوا في استراحة متواضعة بيقعد فيها السواقين وعسكر الحدود، بيشربوا فيها شاي، بياكلوا، بيعملوا أرجيلة. صاحب الاستراحة هي اسمه أبو وهدان، بتقولوا له إنكم من طرف أبو شعلان، وهو رح يهتم فيكم ويوصلكم لوسط بيروت. وأنا بالنسبة للسيارة هي رح أتصرف فيها. أنا مش عارف أشكرك إزاي أبو شعلان. نحن أخوة وبين الأخوة ما في شكر. توهمي أمر باشا، هات شنطة فلوس. تحت أمرك باشا. شو هاد؟ شو عم تعمل يا ناجي بيك؟ أنا الله كافيني والحمد لله. ده مش ليك أبو شعلان، اديهم الحاجة فاطمة، توزعهم على أسر الشهداء واللاجئين اللي في عزة والناس اللي ماشية في الشوارع مش لاقية مأوى والناس اللي قاعد عشان الحصار الإسرائيلي، مش كده يا أولاد؟ لو عليهم عايزين يدوكوا الفلوس كلها، هو ده طبيعة الشعب المصري. أشوف وشك بخير، توصلوا بالسلامة. يلا يلا أولاد، الله معكم. متاي زكارا بدو يوك شاوي لفني 35 دقيقة ايش نفقعيم او هاروغيم لو عدوني بس اللي انا شايفه انه هذا المبنى ما تأثرش باشي. ايش هاي القنبلة هاي؟ القنبلة ما فيهاش اي مواد مدمرة، اشي زي اللي بيتضرب على الحفلات والمهرجانات، بيعمل صوت قوي لكن ما إله اي اثر مدمر. قصدك هدول اللي رموا القنبله هون بيهزروا معنا بيمزحوا يعني؟ شاول هاي مش قنبله، هاي ابيريتيف. ايش قصدك هدول مناخين؟ القنبله هاي رموها هون مشان يسحبونا كلياتنا لنقف هون هاي الوقفه. اما القنبله الحقيقيه يا شاول رح يرموها بمكان تاني. هتشوف شو هتشوف. هتشوف.
أدوني لو هيجيوش وبهدعوت على البتتشين بمقام خير. تخكي تخكي شاول، عود يجيو. أنت بتعتقد إنه هاي البناية ليش لا يجي واحد لهون ويرمي قنبلة عليها؟ يا ترى شو قصده؟ يمكن يكون حدا مجنون مختل عقليا حب يعمل فينا هيك فيلم، يعني في ناس مهووسين كثير الايام هاي. بيعجبني فيك يا شاول انك بتحب ترجع بكير على البيت، بتحب الحلول المريحه. مختل عقليا كان ماشي من هون شاف هاي البنايه، ضرب قنبله، انفجرت، ما حدش مات ولا حد انجرح ولا خسرنا اشي. شالوم شالوم، بنركب سياراتنا وبنروح على البيت عند زوجاتنا وبنتعشى. ايش رايك اقترح عليك اقتراح تاني بدل مختل عقليا؟ يعني مثلا خلينا نقول كونتاكت كهربائي. حلو؟ طيب خلص خليها مختل عقليا. بس انا ما قصدتش هيك يا دوم مناخيم. بعرف انك انت ما هيك قصدت، هاي مشكلتك طول عمرك. بس يلي بيشتغل معنا لازم يقصد، لازم يتوقع أسوأ سيناريو في العالم دايما. تعرف يا شاول نحن عنا وصفات ممكن نوصلها بسهولة للإعلام، بيصدقها وبينشرها على الناس، بس نحن تمرقش علينا. في قنبلة رمت جوات هذا المبنى، أكيد يلي رماها واحد أو اثنين أو ثلاثة، أكيد في وراهم تنظيم، ونحن إلنا أعداء كتير مثل ما بتعرف. أنت ما خطر على بالك أبداً تطلع على المنشآت الحيوية يلي بالمنطقة، قهاوي وصيدليات وأوتيلات وبنك لأمي. ما خطر على بالك بنك لأمي؟ يعني أنت لو كان معك قنبلة يا ترى وين بتزتها؟ ما يا شو؟